والخيريه زعما حيت الشهر ما عطاتني حتى حاجه، ثلاثه ديال المؤسسات وما داروا معايا حتى شي حل. الزنقه راه كتعرض للكريساج، كيبغيو يغتصبوا، كيبغيو يديروا لك بزاف ديال الحوايج. شحال مره تسرقت وصافي ضقت بيا، كنت باغي انتحر. خيريه انايا شردتني وضيعتني، حتى في الام ديالي كنقول لهم وريوني شكون اللي جابني نهار الاول، ولا شكون اللي حطني في الخيريه، ولا هادي ما كيبغيوش يوريوك. السلام عليكم مشاهدي قناة طنجاوي تي في أينما كنتم. قصص من القصص المعاشة اليوم. معنا شاب اللي اختار موقع طنجاوي باش يقتسم معنا حكاية ديالو اللي كيقول مريرة جدا، وهو واقع معاش ديال أطفال أو شباب الخيريات بالمغرب. شباب الخيريات بالمغرب، هاد الشاب اللي خلق ما لقى عنده أب ولا أم ولا أسرة، عاش في كنف ثلاث خيريات، واليوم هو في الشارع ما بين طنجة والرباط، باقي ما لقاش مستقر، ما عندوش عمل، ما عندوش أسرة، ما عندوش منزل يأويه. أهلا وسهلا. السلام عليكم، كنشكركم بزاف حيت عيطت لكم وجيتوا لعندي، الله يجازيكم بخير. سميتي عبد المغيث الطيبي، 28 95 شهر 7 في 21. انا المشكل اللي عندي انايا كبر، حليت عينيا في المركز ديال لاله مريم، ما كنعرف لا ام ما كنعرف لا اب. انا مني حليت عينيا في المركز ديال لاله مريم، ما تربيت تمايا في المركز ديال لاله مريم. من المركز ديال لاله مريم في الرباط، من المركز ديال لاله مريم داوني الخيريه ديال بن سليمان، من الخيريه ديال بن سليمان مشيت لوزان، كانت في عمري 14 عام. قبل ما ندير 18 عام خرجوني من الخيريه، خرجت تكرفصت عانيت وصبرت وبزاف ديال الحوايج، والخيريه زعما حيت الشهر ما عطاتني حتى حاجه، ثلاثه ديال المؤسسات وما داروا معايا حتى شي حل، وخرجت ودمرت وكنعس في الزنقه. ملي خرجت كنت باقي ما قفلش 18 عام، كنت باقي ما قفلش باقي قاصر. خرج بقيت كل مره في كنعس، كل مره في كنمشي، كل مره في كنبات، مره ناكل مره ما ناكلش. المهم واحد العذاب المعاناه، وكنت كنلقى الخدمه كنت كنلقى هادي، ولكن صافي كنخدم، مره تخدم مره ما تخدمش. صافي الخدمه الا لقيتها خصني نبات فيها، حيت ما عنديش المؤسسه الخيريه اللي كنت فيها ما عاوناتنيش، ما عطاتنيش واحد المنحه، ما عطاتنيش بزاف ديال الحوايج باش نعاون راسي وهادي. ولكن على حسب، ولكن بالنسبه للخيريات النظام اللي كاين مور 18 عام كتخرج، ولكن كتكون على الاقل عندك شي شهاده ولا شي صنعه ولا شي حاجه باش تواجه المجتمع. انا ملي خرجت من الخيريه، اول حاجه واحد السيده الله يكثر خيرها هي اللي كانت قالت لي شنو كتعرف دير في الحياه ديالك. قلت لها كنعرف نسربي، حيت انايا كنخدم داك الشيء ديال السيرفور ديال القهوي، وكنخدم في العراسات، ومشيت وتكلفوا بيا الناس تمايا في تطوان، في هذيك المدرسه في فندقه وادي، وقريت تمايا، وهذه الحرفه اللي تعلمت، ومشي الخيريه اللي دارت لي هادشي. يعني كاين ناس محسنين اللي تكلفوا، الناس اللي تكلفوا بيا وادي، كانوا شافوني درت واحد لايف وادي، هما اللي عاونوني. اما زعما الخيريه انايا شردتني وضيعتني، حتى في الام ديالي كنقول لهم وريوني شكون اللي جابني نهار الاول، ولا شكون اللي حطني في الخيريه، ولا هادي ما كيبغيوش يوريوك. دابا شنو الاحساس ديالك انت؟ واش عندك عقده انك لقيتي راسك بلا والدين، او لا عقده انك تحس بان المجتمع ككل ظلمك وان الخيريه ظلماتك؟ انا ما كنقولش والديا اللي ظلموا، حتى واحد ما كيعلم على الغيب سوى الله. اما اللي كنقول ظلموني هما المؤسسات اللي كنت عايش فيهم، هما اللي ظلموني. حيت في الاول فاش جابوني صغير وادي، في الاول ملي كانوا غيخرجوني من المؤسسه وادي ما كانوش يشردوني. وكيفاش كانت المعاملة داخل المؤسسة؟ ما نكذبش عليك، المركز مني كنت أنا باقي صغير كنعقل على راسي وادي، التربية كانت مزيانة في المركز ديال لاله مريم في بن سليمان، حتى هو مزيان. أما في الخيرية ديال وزان
من العذاب، ما كتحفظش، ما كتقرا ولا ما تقراش، ما كاينش اللي يهضر معاك، ما كاينش ديك اللي غيحسك بحال راه انت جالس مع عائلتك ولا هادي، ما كاينش داك الشيء، ما كاينش. انا الخيريه، انا يا الخيريه كنشوفها يا النهار اللي تكفلت بيا عاد يعطني، كانوا يعطوني شي ناس يتمنوني من الاحسن، حيت انا يعني كنتي كتمنى لو كان تمنك شي واحد، كنت كنتمنى من شي واحد، حيت انا يخرجوني هكا. راه دابا كنشوف راسي انا يا غنضيع راسي بيدي، كنشوف راسي انا غنضيع راسي بيدي، ولا ما كتش علاش غادي تضيع راسك بيدي؟ وانت كتشوف راسك انت ما واقف معك حد سوى الله، ما كيساندك حد ما عدا الجواد والحباب. اما الاداره كتمشي تطالب شي خدمه ولا هادي، بغيت غير نخدم في الانعاش، بغيت ندير غير شي كروسه، بغيت نعاون راسي، ولكن كتشوف راسك واش ما عندكش الاوراق، واش حيتاش كيرفضوك، واش شنو كاين؟ عندي الاوراق ديالي، عندي اللوازم ديالي، كلشي عندي، عندي اي حاجه اللي كيطلبوها مني عندي، ولكن كيقول لك حنا اش غنعملوا لك، ما بقيتيش محسوب على الخيريه. لا صافي، انت ما بقيتيش محسوب على الخيريه، خرج برا دمر على راسك. ولكن ها انت خرجت لبرا، شنو غادي تلقى؟ واش غادي تلقى هي في كنت هي بحال في داركم؟ راه في داركم ملي كيتوصل واحد لاجو راه والديك غيقولوا غيوريوك الطريق فين غادي تمشي، ولكن انت كتخرج لا والدي لا اللي غيعاونك لا اللي غيوريك لا، راه ملي كتخرج للزنقه راه كتخرج راه العذاب. حتى ما كاينش حتى اللي غيقول لك هذا خطا وهذا صحيح، هادشي اللي كتعمل ماشي هو هذاك. راه العذاب الاليم، راه عش في الزنقه، والله ما نكذب عليك، والله الا عش في الزنقه العذاب الاليم. علاش؟ واش قلنا الصوره اكثر؟ بات بات في هذوك القوادس الروكاراس هذوك الكبار، بات في الزنقه، كنت كنبات في الجهه ديال كابو نيغرو، في ذوك الجهه ديال الجولف، فيما كاين واحد البلاصه تمايا، المهم عانيت وتكرفص، راه عرفتي راه كنت كنعس بالحوايج، معيس صوبت ما ديال السماطي، لا لا الله محمد رسول الله. شنو اصعب حاجه دازت عليك في الزنقه؟ اصعب حاجه هي بقيت كنفكر كنقول ملي خرجوني من الخيريه كانوا يخلوني في الزنق، هادو اللي جابوني لهذاك المركز وما بغاوش يعطوني المعلومات كانوا يخلوني غير مليو برا ولا فيما كانوا جابوني، كانوا غير يخلوني، حيت عطى الله اللي غيديني وعطى الله اللي غيتمناني. اما اما انا يا شفت الخيريات المؤسسات غيضيعوني وشردوني والله. حيت اصعب حاجه دازت عليك في الزنقه؟ الزنقه راه كتعرض للكريساج، كتعرض كيبغيو يغتصبوا، كيبغيو يديروا لك بزاف ديال الحوايج. ما عمرك تعرضتي للاغتصاب ولا شي حاجه؟ السرقه شحال من مره تسرقت، شحال من مره تسرقت وصافي ضاقت بيا، كنت باغي انتحر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.